طيب هنروح لفريق كرة السلة سيدات اللي الحمد لله ماشي كويس، فاز ببطولة القاهرة، دوري السوبر، السوبر المصري، ثلاث بطولات الحمد لله. النادي الاهلي فاز طبعا على الصيد في كاس مصر 84-53. المباراه زي ما حضراتكم شايفين اتلعبت في الصاله الصغيره، صاله الشهداء، وباذن الله الماتش اللي جاي هيكون يوم الثلاث مع نادي الجزيره باذن الله. فريقنا بتقدم مستوى كويس، يمكن امبارح خسرنا بس من هليوبلس في غياب مجموعه كتيره من اللاعبين، والماتش كان اتلعب اوت هوم، يعني اتلعب في هليوبلس، وكان في غياب مجموعه من اللاعبين ابرزهم كايلا اللاعيبه المحترفه طبعا ما لعبتش، واحنا خسرنا يمكن 4-5 بونت حاجه، يعني 84-81 على ما اتذكر يعني. فده برضو بيدل ان فرقتنا حتى في غياب المحترفه وبتلعب بره ملعبها بقوه، فاذا برضو دي ادوار ترتيبيه. المهم لسه ما جاش، او جد لسه ما جاش. كاميرا ابطال كانت موجوده مع فرقتنا، صورنا التقييد هنتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله على مكسب فرقه السيد، فرقه محترمه جدا. الجيم الاولاني زي ما انت قلتي كان في ملعبهم، ملعبهم يعني كل الفرق بتشتكي منه، بس عندهم مشكله في الارضيه، فهو ده اللي كان عامل المشكله. لكن هم طبعا بغض النظر هم فرقه كويسه، معاهم مدرب محترم جدا. الفرقه الوحيده اللي بيلعبوا عندهم 5 6 18 سنه، معهمش اجانب، فالحمد لله. يعني احنا بناخد كل ماتش كانه جيم، يعني ماتش بطوله. فرقه اليوبيس برضو فرقه محترمه، بس هو الفرق ما كانش صغير يعني، بقى لنا كذا مره الحمد لله عندنا ليد على هليوبلس، اكتر فرقه بنلعبها السنه دي. ماتش طبعا غلس في ملعبهم، عندنا احنا بعض الاصابات، لكن انا عندي ثقه في باقي الفرقه، يعني ان شاء الله يلحقوا يعوضوا الاصابات دي باذن الله. هو الناس صغيره من اول الموسم بتبقى معايا على طول، الاصابات عندي سلعوي مصابه، عندي كايلا النهارده مصابه، نهى شتا، بس فان شاء الله يلحقوا الجيم الجاي باذن الله ان شاء الله. هو كابتن علي قال لنا ان احنا نلعب وما يهمناش اي حاجه، ونلعب ديفنس، واحنا بنضغط علينا جامد في التمرين، يعني بنلعب از تيم ورك، واهم حاجه عندنا الديفنس، ومن ده السكور بيفرق يعني. ان شاء الله هنكثف ونلعب از تيم تاني، ومش هيهمنا ماتش سبورتنج عشان احنا كنا خسرانين ماتش، فان شاء الله هنموف اون منه يعني، ونلعب از تيم ورك. طبعا الماتش كان حلو يعني الحمد لله، وكنت على قد المسؤوليه يعني، ان انا اصلا بلعب في 18 مساعده فيرست تيم، اول ماتش ليا انزله. الحمد لله يعني كنت على قد المسؤوليه. هو قبل الماتش قال لي انت هتنزلي تلعبي كويس وبس ركزي يعني، مش عايزين اكتر من كده. بس انا الحمد لله لعبت كويس. انا كان حصل لي ان انا جالي قطع في الجزئي في الرباط الخارجي، والدكتور احمد عبد العزيز كان قال لي عمليه، فده كان قبل ماتش الكاس مصر ضد سبورتنج يمكن 10 ايام، واخدت قرار ان انا هفضل هقوي وهلعب، ولعبت الحمد لله الماتش، وبعديها لعبنا سبورتنج في الدوري في النادي، بس وقعت على ركبتي، فركبتي كان فيه ارتشاح، فكان لازم بس ان انا اقعد كذا يوم اقوي تاني، وان شاء الله اكون معاهم يعني من يوم الخميس. الايام مركزه يعني الحمد لله، لغايه دلوقتي ماتش سبورتنج ما اثرش فينا، بالعكس الحمد لله قدرنا نكسب مصر التامين، عملنا جيم كويس، وبعديها دلوقتي نزلنا النهارده مركزين عشان ماتش الصيد اللي فات ما كناش في احسن حالاتنا في الاول، بس الحمد لله يعني قدرنا نكسب بمكسب فريق كبير. زي ما حضراتكم شفتوا كابتن علي هاشم اكد نفس كلامنا انه كان بيعاني، يعني التقرير ده اتصور قبل ماتش هليوبلس، فكان بيعاني من الاصابات، وقال ان نادين السلاوي عندها مشكله، وسمعته من نادين كمان ركبتها كانت مرشحه، وعرفنا كمان ان كايل عندها شد وهو فضل يريحها. فالحقيقه كان في مجموعه من الاصابات، وكان مع ذلك احنا الحقيقه خسارتنا من هليوبلس مش بسكور كبير في غياب حتى المحترفه كايلا، وانت يعني وما ادراك ما كايلا 30 40 بونت في المباراه.